في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الشارع في ألجي سونتر في الجزائر العاصمة مسمي على ملك المغرب محمد الخامس. انا ما كنتش عارف هذا الشارع حتى شفت هذا الفيديو. شوفوه دابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصفتي مواطنة جزائرية أطالب السلطات الجزائرية العليا في وطني الحبيب الجزائر بتغيير اسم شارع محمد الخامس بالعاصمة إلى شارع الشهيد يحيى سينوار في أقرب وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة مستقلة. من بعد ما شفت هذا الفيديو بحثت باش نشوف هذا الشارع اللي سميتو شارع محمد الخامس. لقيت واحد المغربي كان عايش في الجزائر دار عليه واحد الفيديو. بلا ما نطول عليكم بزاف تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. السلام عليكم، صباح الخير عليكم خوتي، بخير كلشي مزيان، أموركم هانية إن شاء الله، تكونوا لاباس وبخير وعلى خير وصباحكم مبروك. اليوم غادي نوريكم واحد الحاجة زوينة غتعجبكم بزاف، كنت شفتها شحال هذه واليوم قلت نبارطاجيها معاكم، حيت أول مرة بعدا شفتها تفكرت في واحد، تفكرت تقريبا سنة 2015-2014 كنت مازال في المغرب وكان دور في الأحياء ديال شوارع العاصمة الرباط، ويبان لي شارع الجزائر. عجبني الحال بزاف ملي شفت شارع الجزائر في مدينة في عاصمة الرباط. زدت عاوتاني كنت في كازا، عندنا تما في كازا شارع الجزائر كاين جيت بورغون، وكاين عاوتاني الشارع في كازا كيحمل الاسم ديال جميلة بوحدير. جميلة بوحدير الله يرحمها هي من المقاومات النساء الجزائريات اللي قدموا بزاف للثورة الجزائرية، وكان عندها دور فعال في الثورة الجزائرية، و يعني قدمت بزاف للبلاد، شهيدة الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين. وما نساوش عندنا عاوتاني في محمد في مكناس، في مكناس عندنا محطة ديال القطار تحمل الاسم ديال الأمير عبد القادر الله يرحمه ويغفر لهم جميعا. والشارع اللي غنوريكم اليوم هو الشارع ديال يحمل اسم الملك الراحل محمد الخامس، هو الجد ديال الملك الحالي. يعني احنا ما حضرناش ليه، كنا ما تزاديناش، انا بعدا ما حضرتش ليه، يعني مات هو بكري، يعني انا حضرت لجوج الملوك، والدي يكونوا حضروا ليه، حضروا في الاواخر ديالو ماشي يعني طائرات الحكم ديالو. الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين. ملي شفت المحطة ديال الأمير عبد القادر وديال الشارع ديال جميلة بوحدير، يعني كنفرح بزاف ملي كنكونوا موتى المسلمين كنذكرهم بالخير، واللي قدموا بزاف لبلدانهم والدول ديالهم، وخصوصا الجميلة دي اللي قلت لكم جميلة بوحدير، من النساء اللي بألف رجل يعني راه قدمت بزاف للثورة الجزائرية. وكاين حتى واحد الشارع يا ربي كاين وقيلا في السعودية، يمكن ما عرفتش بالضبط، كيحمل في حيفا واش في سوريا ولا السعودية، المهم ما دخلت مع الصباح سمحوا لي، راه في حيفا كاين واحد الشارع كيحمل الاسم ديالها جميلة بوحدير. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، نقرب تما ونتلاقاو ان شاء الله. يلاه السلام عليكم خوتي، بخير انا وصلت ان شاء الله. هانتوما معايا، ملي غادي يبدا الشارع غادي نقولها لك الأقرب لي. شو شارع محمد الخامس، هاد الهبطة هادي كاملة هكدا شارع محمد الخامس. نهار لعبت الوداد، الوداد ولي يسمع آخر مقابلة قبل الكورونا، كانت لعبة الوداد اللي اسمها صحابي اللي جاو وداديين جاو من المغرب، تلاقينا وكراو الدار هنايا ابارتمون، وكانت اجواء صراحه رائعه ديال داك الماتش ديال الوداد واتحاد العاصمه اللي اسمها ايه، داز ماتش زويون وكان خرجنا تعادل. المهم اخوتي هذه هي، تهلاو في راسكم واني نجي على كل حال. فيها ريحتين ما هذه الحومه، هذه السريحه تاع على مامون ديالي تاع الام ديالي الغاليه، ربي يحفظها ان شاء الله يا رب، ربي يرحمها برحمه الله واسعه كل امواتنا تاعنا ان شاء الله ربي يرحمهم. وهذا بولفار 5 منا محمد الخامس بولفار 5، وهذا لي اون فاس من التينال، هذا هو التينال فاكولتي باسكو لا فاك فوق هايليك، هذه لا فاك. الناس عم بالهم حنا جينا من البلاد ولا بالعكس، صافي ماشي يشوفوك يقول لك باللي حنا هنا تربينا بلا راه دي حومتي لونسيان حومتي هادي ديال داكار بولفار 5، من باش نطلعوا لي ريميشلي ساكري كور هنا باش نروحوا لا غران بوست، هادي لا بلاصه تاع لا بلاصه الناس كي تجي حاطه من ديالها الريحه ديال الجنينه، جنينه بكري كنزلوها جنينه صغيره، هادي هي يجيو الناس تقهوى ولا هنا
يقصروا ويريحوا. هذه الجيري لونسيان الجيري، هذه الخطط الجويه الجزائريه. ونقول منا نقول هذا خاطري انا برك في خاطري، نقول تحيه الجزائر منايا والله غادي بلادنا. اللهم صل على النبي الحبيب، عندنا الجزائر تاعنا الحبيبه الغاليه، ام الدنيا والله غير ام الدنيا. صافي با دير معناتها كي بلاد فيها الفنانين وفيها وفيها وفيها. هذه هي الجزائر، هذه هي ام الدنيا للناس. تعرف شو تصير فيها هذيك؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. انا حبيت نقول هذا الكلام، بون حكيت على واش نحب واش حبيت. شحال من خطره نقول نحكي على حومتي ونحكي على حياتنا وكذا، مي ماشي وقتها. حكيت شويه، نقول دائما تبون عبد المجيد، نقول ان شاء الله ربي يجيب لك الشفاء العفاف والكفاف ان شاء الله، طهوره يا رب العالمين، وتدخل الجزائر الغاليه اللي دفعت عليها الناس ثمن غالي 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 غالي. والحمد لله ما راك في المستشفى، خليت رجال واقفون والصامدون في الجزائر. وهاو شعبها الغالي الثماني، الحمد لله. الناس كل واحده كل واحد شد سابعه، كل واحد يخمم في مستقبل تاع ولاده ولا مستقبل ديالو ولا. الحمد لله حنا بلادنا ما هي لا حكم عسكري ولا خلاف، حنا حكم مدني. الحمد لله يا رب العالمين. هذه هي الامنيه تاع الجزائريين، انك تخليني ترونكيل ونخليك ترونكيل. ما الحكم عسكري خاوتنا تعرفوا، راهو في باريس التم، راهو حكم عسكري. باسكو علاش؟ عن بالهم خاوتنا اللي عاطين يد مع الحركه، ومع عن بالهم سي بون خلاص الجزائر طبقت وراح الحال على حاله. نقولوا بلي الجزائر، اقسم لك بالله برب العزه ورب السماوات والارض، الجزائر ما تقيسها حاجه، باسكو فيها رجال واقفين عليها، وفيها رجال اللي يحبوها صح يحبوها، ماشي ما يحبوش رزقها وخيرها، يحبوها هي وطنك بلاد. وقلت انا ام الدنيا، هذه هي ام الدنيا، اللي ما حبش يامن يهبط الجي سونتر ويشوف بلي هذه هي ام الدنيا. والحمد لله رب العالمين. خافت انا نقول لكم كل جزائري تهلا في روحه، وكل جزائري عنده حق باش يدعي لتبون، سواء صحافي ولا سائق طياره ولا شوفر تاكسي ولا. ندعيو للجزائر وندعيو لتبون عبد المجيد وندعيو للجيش الشعبي الوطني غالي الثمن. هذه هي، انا دائما نفخر ونقول ربي يحفظك يا الجيش الشعبي الوطني يا غالي الثمن، يا اللي راك واقف على الجزائر قلب ورب، قلب ورب معناتها بقلبك راك واقف على البلاد. والدعاء تاع رب العالمين اللي راك تدعي انت وحنا ندعو لك باش تحفظ الجزائر، تحافظ عليها من الاعداء والناس اللي حابين باش يدمروا الجزائر، ولا حابين يشوفوا يعني دماء، ولا حابين يشوفوا كوارث، ولا حابين. نقدر نقول لهم كونوا مهنيين، كونوا مهنيين، تهنوا مليح مليح، باسكو الجزائر فيها رجال مخلصين، فيها رجال اللي يحبوا الوطن، فيها رجال اللي ضحيوا على الجزائر. نقول لهم انا تحيه كبيره 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 كبيره. المهم تالي هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا عجبك الفيديو خلي لايك ونا الاراء ديالك في الكومنتار. تهلاو.